ولمعرفة المستجدات في معارك مأرب والجوف ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا عبد العالم دحلان. أهلا عبد العالم. أهلا بك. مرحبا بك عبد العالم. يعني كما تواردت الأنباء بأن المعارك على أشدها في هيلان والمشجح والكسارة، هل من جديد لديك؟ نعم، المعارك تشتد منذ يومين إلى اللحظات في جبهة مأرب، بالذات في جبهة الكسارة ومشجح وعيلان. هاتين الجبهات هما الأكثر احتداما والأكثر استنزافا لعناصر ميليشيات الحوثي. راح في هذه المعارك قرابة أكثر من 70 عنصرا من ميليشيات الحوثي، البعض منها كانت عزيزات السابقة طيران التحالف، والبعض الآخر أيضا نتيجة المواجهات المباشرة مع القوات الحكومية وأبناء القبائل. لم تستطع ميليشيات الحوثي رغم أنها حاولت تنفيذ عدة هجمات في جبهة واحدة إلا أنها جميع المحاولات وبأت بالفشل وعادت بخسائر كبيرة في الأرواح والعسكرية. أيضا تزامنت مع ذلك أيضا تنفيذ هجوم من قبل أبناء القبائل الجوف والقوات الحكومية في جبهة الجزافر. حاليا المعارك تدور على مقربه من جبال الاقشع وهو قريب جدا من معسكر اللبنات، ما يندر بسقوط معسكر اللبنات في ساعات اذا ما استمرت هذه المعارك بهذه الوتيره العاليه. خسائر ميليشيات الحوثي كبيره كانت، بعض منها اطقم، كانت تعزيزات اتيه تقريبا قرابه 3 اطقم حسب المعلومات. طيب هذه التعزيزات عبد العالم من اين تاتي؟ يعني الهجوم يقال بأن الميليشيات الحوثية تهجم الآن من 3 اتجاهات وتريد الضغط على القوات الحكومية، أبرز هذه الاتجاهات، من أين تأتي هذه الميليشيات؟ نعم، هي كانت من الكسارة وكذلك أيضا من جبهة عيلان. هي أيضا تحاول الميليشيات بكم هائل من التعزيزات رغم الخسائر التي تتساقط يوم بعد آخر. هي لا تهم كمية الخسائر التي تتلقاها بالقطرة، ما هي تهم الوصول إلى المنطقة المرجوة منها أو التقدم أو الحصول على تقدمات في هذه الجبهات. برغم من ذلك تسقط المئات من المقاتلين في هذه المعارك، البعض منهم أطفال والبعض منهم أيضا من الفئة المهمشين التي تزد بهم ميليشيات الحوثي في حرب عبثية، وهي تراهن في رهان خاسر جدا. لن تستطيع أن تسقط محافظة مأرب، هناك تلاحم كبير من القوات الحكومية والقبائل وهناك تعزيزات. نعم. عبد العالم هي أرادت بهذه الاستراتيجية دخول محافظة عمران، ولكنها كما يبدو أنها لم تستطيع تنفيذ هذا الهدف. هل ما زالت تراوح أو تحافظ على أماكنها أم تراجعت أم كيف يمكن وصف المعركة هنا؟ نعم، لو ان الصوت ضعيف يعني لم اسمع السؤال بشكل دقيق. اقصد هل الميليشيات الحوثية ما زالت محافظة على مراكزها هناك؟ ميليشيات الحوثي نعم، هل تسمعني؟ نعم اسمعك، لكن الصوت ضعيف جدا. مجمل الاحداث يعني تحاول الميليشيات الحوثي بقدر ممكن من الحاجة وكذلك أيضا من الوصول إلى حتى ولو جزء بسيط حفاظا على ماء الوجه والخسائر والتحرك الأخير التي قامت به لا سيما منذ أكثر من أسبوعين، وهي تحاول التقدم في عدة جبهات، إلا أن هذه تصطدم بحائط كبير من المقاومة وكذلك أيضا من الاستبسال من قبل القوات الحكومية وأبناء القبائل. إذن جزيل الشكر لك عبد العالم. لهؤلاء العناصر لا شك، وخلال الأسابيع القادمة ستكون هناك أيضا. شكرا جزيلا لك مراسلنا عبد العالم دحلان على هذه الإيضاحات.